صباح الخير لكل الناس اللي بدأت تحضرنا لصباحاتنا السودانية الليلة. ملفنا الأول عن المؤانسة حول شعر الدوبيت، ضيف فيه الشاعر الصادق قد الفضل. صباحك خير. يا مرحبا يا أستاذة، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين قناة سودانية 24، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل ونقدر نقدم حاجة ترضيهم. وأنا بحب أدي تحية للشعب السوداني، شعب الصامت الصابر، وما بقول لك كل عام وأنت بخير، بقول لك كل ساعة وأنت بخير، وكل دقيقة وأنت بخير، وكل ثانية وأنت بخير إن شاء الله يا رب. دائما في سؤال تقليدي، بدايتك متين اكتشفت أنك أنت بتكتب شعر؟ والله هو الشعر يمكن في المقام الأول هو موهبة، يمكن زي ما ناس كثيرين عارفين، أو خلينا نقول هبة، يعني يعطيها الله من يشاء. لكن الاكتشاف ده بيكون فيه كثير من العوامل بتاعت الحظ. يعني أحيانا الناس بيكونوا شعراء ما مكتشفين نفسهم، ففجأة بيلقى زول ينفض الغبار من الموهبة دي ويقدر يطلعها للناس. يمكن ده الشيء اللي حصل معاي، يعني أنا لقيت كثير من الناس هم شجعوني وحمسوني في درب الشعر، وحتى فيهم ناس كانوا أساتذة بالنسبة لي بيصححوا لي، لحد ما وصلت يعني المرحلة يمكن اللي أنا وصلتها، ولسه بطمحي إنه أصل كثير. لكن البدايات كانت مع الأساس، زمن الأساس أنا كنت بميل للمطالعة، الأدب، حفظ القصائد العربية يعني في الزمن ذاك كويس. فيمكن الأستاذ بدينا القصيدة اليوم أنا باكر بكون حفظها، حتى ما منتظر إنه يجي يسمعها، فكان ميول. بعد شوية اكتشفت إنه أنا شاعر، يعني بكتب كتابات كان لا بأس بها، فبقيت محتفظ بها. لكن كان في حاجة جواي بتقول لي إنه أنا في يوم من الأيام حكون شاعر ناضج يعني. فالزول بعد ذاك بيختدي بالناس اللي قدامه، في ناس لقيتهم من الأسرة، يعني أنا أبوي بيكتب الشعر، يمكن ما باحترافية ولا بيصل الإعلام، لكن بيقدر يعني يصحح أو يوجهك. فعمي برضو بيكتب الشعر، خالي يعني الأسرة ذات أسرة شعرية، وأنا قمت في مناخ شعري يمكن ساعدني كثير. يعني في مقولة بتقول إنه أصلا السودانيين كلهم شعراء، لكن في ناس ظهروا أو يعني ظهروا للناس وطلعوا قدام، وفي ناس ياهول بيكونوا مختفين، بيقولوا شعر شعر المناسبات. نعم. شعر الدوبيت أصلا شعر معروف في السودان، وشعر قديم وعنده مدارسه وعنده رواده، منتشر يمكن في كل منطقة في السودان. من وجه من الشعراء اللي أنت بالنسبة لك هم قدوة، أو بالنسبة لك هم معلمين في شعر الدوبيت؟ والله شعر الدوبيت في شعراء يمكن وضعوا اللبنة الأولى أو الطوبة الأولى يعني، والناس جات بنت عليها. فهم شعراء كثيرين، أنا ما دار أذكر شاعر بعينه كويس، لأنه هم كثيرين وحقابهم ذاتها مختلفة، يعني أي ناس جوا في فترة زمنية معينة. لكن يمكن الأوائل كانوا ولهم فضل في شعر الدوبيت، وده موثق في كثير من الكتب والمراجع، وحتى موثق في أذهان الناس يعني بعيدا عن الكتابة. لأنه الدوبيت طبعا زي ما عارفة شعر شوية بتعريف وبدو كده يعني، قبل ما يخش المدينة أو يصل للإعلام، فكان بيوسخ في الأذهان ما في الكتب. فبتلقي كثير من الناس حافظين لعبد الله حمد الشوراني شاعر البطانة، بتلقيهم حافظين للطيب والضحوية شاعر شمال السودان كان معروف في أدب الهمبتة، بتلقي مثلا الشاعر والدم سيالة في منطقة كردفان. فحتى المناطق ذاتها كانت مختلفة، مقسمة. يعني هاي مقسمة، قصص تاجوج ومحلك في هن الحمران في كسلة، فحاجات حتى ضربت في جذور الثقافة والأدب السوداني. صحيح. لكن من أنا تأثرت به؟ أنا عن نفسي تأثرت ب يمكن في الجيل الأول كان بيستهواني شعر عبد الله حمد الشوراني، لأنه شعر بيتكلم عن المسادير، ولما تخش في تفاصيله بتجد الشخصية السودانية، يعني إنه زار ناس فلان ومشى للقبيلة الفلانية وعملوا صلح في الحتة الفلانية، تفاصيل بتشبهنا نحن. بعد ذاك بتمر للجيل الثاني الأقل شوية من الناس اللي عايشين الآن، لأنه عبد الله حمد الشوراني توفى، يعني ربنا يرحمه، توفى بدري. هو كان أمير شعراء الدوبيت، خلينا نقول مع البطانة تحديدا. الآن من الجيل الحالي في الناس اللي سبقوا يمكن ود البنا، يوسف البنا، والشاعر احمد علي ادريس او عبد الله احمد علي ادريس، عبد الله ود ادريس، شاعر كردفان. في جيل الشباب ممكن اقول لك الشاعر نزار سراج، يعني بيستهواني وهو زول اخو بالنسبه لي، وانا بعتبره استاذ يعني، لانه بلجأ له في كثير من الظروف
البداية حسب معرفتك أنت وحسب بالتأكيد أي شاعر بيكون عنده وجهة نظر. نعم. حتى لو هو بيفتكر أنه الزول اللي بيكتب وبينظم شعر بيكون عنده وجهة نظره. أكيد. فشنو من وجهة نظرك الحاجة المشتركة بين شعراء الدوبيت في كل السودان؟ والله شعراء الدوبيت يمكن بيشتركوا في حاجة واحدة، إنه همهم كلهم يحفظوا التراث السوداني. يعني نحن يمكن في زحف بتاع عولمة خاش علينا، فنحن ما عندنا منها مانع نشيل الحاجة الإيجابية فيها ونخلي الحاجة السلبية فيها. مع الحفاظ على حياتنا نحن اللي بتشبهنا نحن كأمة إسلامية أولا ثم سودانية في المقام الثاني. فناس الدوبيت بتلقي كلهم موضوع أصلا بلمهم الموضوع. الموضوع شنو؟ الحفاظ على التراث، على الثقافة الإسلامية، على الأدب الإسلامي، على الأخلاق الإسلامية، الكرم، الشجاعة، الشهامة. فدي رسالة، دي ممكن الشعر رسالة. معلش أقاطعك هنا، دي ممكن تلقاها في كل الشعراء الإسلاميين زي ما أنت سميتهم. أيوة. لكن شعر الدوبيت ممكن يكون يعني في مناطق كثيرة، وأنت تعلم الحاجة دي وأنه هو قديم قبل حتى يمكن دخول الإسلام للسودان. فهل ممكن تكون عنده علاقة زي ما ذكرت أنه الحفاظ على التراث السوداني ده ممكن يكون عنده علاقة باللهجات المحلية، الثقافات المحلية، الشكل الفني؟ يعني شو ممكن يكون قواسم مشتركة غير الحفاظ على الهوية أو الهوية الإسلامية؟ طيب القواسم المشتركة ممكن تلقي يعني الحتة بتاعت اللهجات اللي انتم قلتيها دي بتلقيهم بيختلفوا وبيتفقوا. يعني أنا أسري مثلا من ولاية نهر النيل، أنا تربيت في ولاية نهر النيل، لساني لسان نهر النيل. ممكن تجيبي شاعر تاني يعني تربى في كردفان يكون لسانه لسان كردفان، شاعر لسانه لسان البطانة. صحيح. ففي حاجات بتفرقنا لكن اختلف عني ولا تخالفني، في حاجات بتفرقنا لكن بنتفق في حاجات أكتر. في الدوبيت يعني في موضوعاتنا، في التعبير عن الشخصية السودانية بتفاصيلها، الحاجة دي بتلقاها حتى بيشابهوا عليك. مرات انت الآن تسمع شاعر دوبيت بتتخيل انك سمحت واحد تاني يعني أو سمحت نفس الشخص في قصيدة تانية، بيكون الشخص يختلف لكن الموضوعات مشابهة، اللهجات معاه اختلافة، فيها تشابه، تشابه المضمون أو الموضوع يعني. ممكن تدينا نموذج كذا نموذج قبل ما نواصل الحوار؟ ممكن ممكن نموذج. أنا بشوف إنه أي شاعر مفروض يكتب في الوطن، فلا بد من القصائد الوطنية. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. فبقول السودان بلادنا ويلا نسعى عمار وما نتبع الفتنة ونزود ناره، فيه سبايك الذهب السمين مقداره، فيه الفاكهة والقنديلة والعبجار، جنوب وشروق غروب وشمال، لازم كلنا نشارك نعدل الحال، بعلم وعمل حننمي أي مجال، نبذل جهدنا وعقب الزمن سجال، فكان جفت وطاطك بالعرق نرويها، وغالية بلادنا ليه متمر داب نديها، حق الناس تكون واعية عقولنا بيها عشان ما تدمر الأوطان بعد تبنيها، لازم نحن نتوحد نعيش أخوان، نركز الصف ونرفع راية القرآن، ما نتعنصر الفرقة بتزيد نهوان، نبقى قبيلة واحدة واسمها السودان، أهل قرآن وخلوة ومكرمة وتقابة، ونظفنا التمرد من خناتق الغابة، فارسنا البلاق الموت سبات وصلابة، مدفع واربيجي وميج في السماء ودبابة، السودان بلادنا ويلا نسعى عمار وما نتبع الفتنة ونزود ناره، فيه سبايك الذهب السمين مقداره، فيه الفاكهة والقنديلة والعبجار، بني السودان وأهلي العزهم من بدري، ناديين كف وفيه نفوس عوالي الغدري، في دهم الليالي بماطل ضوى البدر، والخيل جربت بيمر لقاهم تدري، نحن الصاقعة والريح واللسود الهاشة، ونحن عزاز مع الضائمنا ما بنتماشى، نحن اللي عندنا النيل والسواري الراشة، نحن اللي عندنا تحرك الخديوي الباشا، نحن اللي عندنا تحرك الخديوي الباشا. أتمنى إنه قادم القصايد تكون عندها علاقة بالسلام والسلمية أكثر من إنه الحرق والكتل والله لولا الحرب لما كان، لأنه فترنا نحن من الأربيجي وفترنا من هتاف القتل إلى آخره. ما في حاجة رجعت السودان غير القتل وغير الحرق وغير التشجيع أو تشجيع الفعل الزي ده يعني، إضافة لأنه السودان برضو فيه غير الديانة الإسلامية. نعم. مؤخرا الشباب أو أغلب الشعراء الشباب بيقوا عندهم يعني بيكتبوا كثير في شعر الدوبيت، من وجهة نظرك برضو شنو السبب؟ هل ده استسهال للشعر
الدوبيت استسهال، لأنه أنا ممكن أكتب الشعر الشعبي بسهولة أو باللهجة العامية بسهولة أكثر من أي نمط شعر آخر. أنا طيب قبل قلت لك إنه شعر الدوبيت بيشبهنا نحن كسودانيين، يعني هسه أنا الآن أكتب الشعر الفصيح وأكتب الشعر العامي وأكتب الشعر النبطي، وإن كان ما بإجادة لكن عندي محاولات في الشعر النبطي اللي هو الخليجي المعروف يعني، لكن الدوبيت بيشبهني أنا كسوداني. يعني أزول دائما بيتميزوا حاجته، الناس قالوا الآن يمكن دارين نطلقوا للعالمية بالحاجة حقتنا نحن، دابنا بدينا نروج للسياحة، بدينا نروج لثقافتنا نحن السودانية، الحاجة دي شوية كنا غافلين منها. هي دي الحاجة اللي بتنقلنا للعالمية. الآن لما يجونا ناس سياح ولا غيره دارين يشوفوا شخصيتنا نحن السودانية، دارين التوب السوداني، دارين الرقصات الأفريقية القديمة، دارين يمشوا كوش، دارين يمشوا مروي، دارين يقروا عن بعانخي ويشوفوا الكتابات المكتوبة على الحيط والجدران، دي حاجات بتمثلنا نحن. فأنا بشوف اتجاه أغلبية الشعراء يتجه للدوبيت حفاظا زي ما قلت لك قبل على التراث، وانه لما يتكلم عن الدوبيت كشاعر سوداني بحس انه الحاجه دي بتشبه قيمي، بتشبه اخلاقي، بتشبه شخصيتي، بتشبه شكلي. الشعر الشعبي في العموم كده بيحفظ ذاكره المكان وذاكره المجتمع، وزي ما انت ذكرت الثقافه، وممكن يتناول قضايا مهمه جدا. عندك اهتمام بالجانب ده؟ والله المكان طبعا بيأثر، يمكن اي شاعر هو الشاعر ابني بيأتي مع الشاعر، بيمرق من مكان معين، أي شاعر بتلقيه تفاصيل المكان موجودة جواه، ما بالشرط شاعر يعني، أي مبدع تلقي الكاتب، تجدي الروائي، تجدي المسرحي، كلهم بيحتمدوا على تفاصيل المكان. تفاصيل المكان هي عندها أثر كبير في الشاعر أو حتى في الغادة، مرات بتلقي غايد كبير مثلا يمكن يكون يعني وصل مراحل بعيدة لكن بيحل لسه لتفاصيل بيته الصغير طلع منه. فالمكان له سحره زي ما انتم بتعرفوا يعني ناس الاعلام، سحر الامكنه والطريقه للمكان يعني. فالمكان عنده اثر في الشاعر، الشاعر ابن بيئته، انا المكان اثر فيني، طلعت من ولايه نهر النيل، ولايه النيل والنخيل والكرم والطيبه، فالحاجات دي بحسها في تفاصيل شعري، في تعاملي مع الناس، بل بشوفه في اي ذو السودان. الحاجات اللي انا شفتها في الشمال وتربيت فيها بشوفه في اي دول السودان، سواء كان حضري ولا بدوي، لانه معاه اختلافنا نحن يعني قريبين من بعضنا، بتجمعنا حاجات كثيره. اجتماعيا الشعر لازم يكون عنده بعد اجتماعي. يعني انا كتبت قصيده دوبيت ما كتبتها من فراغ، ما كتبتها عشان الناس تضحكوها الشاعر ده خلاص احنا ضحكنا فيه، ولا كتبتها عشان الناس تبكي انه مثلا زول يحزن او يندهش معاي لما يبكي. انا كتبتها لرساله انا داير اوصلها، داير مستمع يفقها ويوعيها، وبعد ما يوعيها هو ذاته يوصلها، ممكن بطريقه ثانيه، ممكن ما يكون شاعر لكن يقول انا سمعت شاعر قال كده وكده وكده وكده. ونحن بنحتاج نعلم بعضنا يعني، يزول بيقوم بدوره، عشان انا كشاعر بتعلم من المذيع من كلمته، بتعلم من الشيخ من كلمته، بتعلم حتى من الزول الكبير حتى لو ما كان قاري، بمشي بيديني كلمه ممكن تغنيني عن كتاب كلمه واحده، ممكن ترجعني مثلا عن خطا. يعني الحكاية منظومة متكاملة. صحيح. عندك نماذج لشعر ممكن يكون عنده علاقة بالكلام اللي قلناه ده، المكان أو حفظ ذاكرة المكان والمجتمع؟ طيب حفظ ذاكرة المكان والمجتمع، أنا عندي قصيدة اسمها مشاهد في الشمال. القصيدة بتحكي تفاصيل يعني أنا عشتها وأنا طفل لكن بتذكرها. يعني تخيل لنا هسه بتذكرها زي كأنه عشتها البارح. ولو عشت تاني يمكن الله اداني عمر اكثر من كده 20 30 40 سنه ربنا بيديني لها، بكون بتذكر التفاصيل دي زي كاني عشتها امبارح. فالقصيده ذاتها انا ما كتبتها، هي يمكن الكتبتني، ما كلام شعر والله جد، يعني كل مره بيجي منها من جزء منها يعني بيطرق الباب زي ما نقول، مرات بيصحيني من النوم. فحاجات عشناها نحن ما زالت مرتبطه بوجداننا، يعني يمكن نحن الظروف شويه نقلتنا للمدينة، ظروف التعليم، ظروف العمل، لكن ما زال شمال السودان حاضر جوانا. وكل البيئة السودانية طبعا بيئة مؤثرة، أنا لفيت مشيت يعني مناطق كثيرة في السودان لقيت تشابه، ما في اختلاف شديد، نفس المحلنا ونفس التفاصيل، لكن الشمال عنده خصوصية عندي أنا لأنه أنا تربيت فيه. فبقول يا حليل جهنم في الشمال، ويا حليل زماننا اللي اختلف، حبوبة جاتنا مع المغيب شايلالة بروق السعف، صحبتنا مي صحبة ضرر،
رفقتنا كان رفق الشرف لعبتنا لسه ما انتهت كشتنا ما في واحد وقف قالت لنا الشيطان بيه منطوقة كان عرفا سلف شان بيتنا في بداية الفريق ودحتهم عند الملف شاي المغيري بريحته جات قلنا انت حدها ما تعرف وشربت فيه ولامن رويت وايامنا كان ايام ترف واليوم ديك كان العرس عرس اللمين والناس خلف انا زخت من حبوب زوق فريقنا بالظلمة انسقف الحفلة كان يا داب بدت نغم الشتم داب وتخلف شال العريس صوت العنج شايف العيال وقفوا له صف انا فجأة ياخذني الحماس دون دربينات وقف وانا كنت لسه عودني لكني ثابت وما رجف اداني صوتين بالحساب انكب دمي سوي تف زرف الدموع صاحبي الوحيد بجملة الأيمان حلف قال فيني ما بنخط صوت كان نيلنا من الموية جف يا حليل مشاهد في الشمال مرسومة في العين والقلب صبق اللبل عود الصرار أوتاد وباغ اللت حلب حاحايا متيق القصب البوغة والحشو القلب قمرية في نص التقا قوقايا منه بننطرب طنبور زنبارة قصب قربة وعزوبة بينشرب سكين وسيف وعصو عنج مدخورة للزود والحرب تختف سواد العين رجال متخصصة وخابرة الضرب البلد الحنين حليلة يات من فيها ضاحك وباشي البلقاك خبر معاك بيسألك انت لوين ماشي زي كرم النخل ما شفته للطير والبرية براشي شوف كيف صفه ماخذ الحزية زي جيش الزعيم الفاشي يوم ما قوقه فوقه دباسه زي عرب البوادي بشاشي ذكرني الهلكني غرامه معشوقي الصغير وناشي أنا والكان معاي في جيلنا والقمري البقوقي خليلنا ننزل بالدريبة الليلنا نصدر بظهار نخيلنا في الحراية ديما مقيلنا واطاط الله ما بيشينا أماتنا البيرج وعدينا شاربات العفاف منينا شيخ الحلة باقي دليلنا جدل بالقصص بيحكينا عارفين السوالف الماضية والعز والمكارم هنا القصيدة طويلة وأنا ما دار أخط فيها يمكن ده شيء زمن الحلقة كله لكن ده شيء من الإبراز الجانب بتاع البيئة وإنه البيئة دي أنت لو ما تأثرت الشاعر هو شنو الشعر ده يعني خلي من تعريفه العلمي إنه الكلام المغفل موزون على نسق العربة والإنجليزة والأتراك وغيره الشعر كحاجة محسوسة أنت لو ما تملكتك ما بتكتبها بقول لك المعاناة تولد الإبداع في ناس بيبقوا شعراء من فارق بلده يخترب فارق مثلا والدته شيء عزيزة عليه يعني فطوالب تلقيه كتب فالشيء العزيزة هي بتجبرك إنك تكتب القصيدة دي نوع من أنواع الشعر يلا ممكن دي نسميها دوبيت دي بالتأكيد نص ولا القصيدة دي نص ما دوبيت نص يعني أنا بس ذكرتها لأنه أنت طلبت قصيدة خاصة بالمكان شنو العلاقة أو الفرق بين المسادير والدوبيت والرباعيات؟ طيب الرباعيات والمسادير الاثنين جزء من الدوبيت الدوبيت كلمة فضفاضة واسعة أصلا الشعر زي ما أسلفت أنا قبل الشعر في عمومه الكلام المغفى صاحب الدلالة الموزون على نسق العرب أو الإنجليز أو الأتراك زي ما قلت لك وغيره من الأمم يعني لمن تجي للشعر العامي السوداني بتلقي إنه الشعر العامي السوداني ذاته خشن بيوت في الشعر القنائي المعروف يعني عند الناس إنه من الحقيبة وغيره وغيره يعني كويس تاني بعد ذاك بتلقي الشعر العامي الحر ولا كان المغيط اللي هو مظاهر في الجامعات والنصوص بتجي للدوبيت دي كلها أدب شعب الدوبيت ضربة من ضروب الأدب الشعبي السوداني الدوبيت ذاته بيتقسم يعني حسب ضروبه حسب أنواعه فوق الخماسي في الدوبيت الخماسي ما رباعيات بس في الدوبيت الرباعي في الدوبيت السباعي في الدوبيت التماني دي كلها أصناف بتاع الدوبيت بتختلف باختلاف المناطق وباختلاف الشاعر في بحور مختلفة في البحر القصير في البحر الطويل المزدار تحديدا يعني خطأ شائع في أخطاء شائعة زي شنو يعني الناس يقولوا ليك أنا عملت مصدار مثلا مصدار مثلا مصدار الحاجة الفلانية أنا ما أعرف أوضحها لك بشنو يعني مثلا مصدار منتج معين مثلا أقول ليك مصدار العربية مصدار العربية أنا دار أوجلها كسلعة الناس دار يشتراه وكحاجة أنا دار أبيعها ده ما مصدار أو مصدار الحب مثلا أنا بتكلم عن محبوبتي ده ما مصدار المصدر ضربي من ضروب الدوبيت لكن عنده شروط بتميزه زي شنو المصدر رحله مكانيه وزمانيه في المقام الاول يعني انا طلعت من ابو حمد ماشي كردفان عندي خصير الحته اللي طلعت منها لحد الحته الماشيله في زمن صح دي الرحله الزمانيه لازم تكون متوفره انا اذكر الزمن اللي طلعت فيه
والزمن اللي أنا وصلت فيه، وكان في وقفات وقفت صليت، وقفت أكلت، وقفت سلمت على ناس برضو بدخلها، لقيتها أي وقف صليت، وقف سلم، وقف كلها موجودة يعني في المسادير. الحاجة الثانية بتوصف الزاملة، الزاملة دي الحاجة اللي أنت بتكون يعني مستخدمة، الوسيلة اللي أنت استخدمتها. زمان كانت الألبل يعني بقول لك مزدار الشراد لو الشوراني قام من وين ما عارف وصل وين، مصدار الحردل وصلهم شديدة في البطانة، يعني يزول عنده منطقة معينة ما شيله. مع تطور الزمن وتطور الأدوات يعني ظهر مصدار البوكسي من رحلة من منطقة لمنطقة، بعد شوية سمعنا بمصدار الطيارة يعني الناس وصلوا الجو عديد زي ما بقوله. فمع اختلاف الزمن لكن المصدار رحلة مكانية وزمانية، فعيب أو غلط نحن بنعتبره عيب، لكن عامة الناس بنعتبره غلط. لكن نحن في شعر الدوبيت بنعتبره عيب، ممكن نغاتل من أجله، إنك تجيب لك قصيدة عامية في الدوبيت تقول دي مصدار بدون ما أنت تلتزم بقواعد المسادير المعروفة. ممكن عن طريقة بس الكتابة أو قرايتي لدوبيت أو قرايتي لواحدة من الرباعيات ممكن أعرف الزول الكاتب أو أنت باعتبارك شاعر. أيوه. بتعرف إنه كاتبه دمنه ومن وين، حتى لو ما عرفت كاتبه منه كنت تعرف بنتمي لأي جهة؟ ممكن أنا أعرف، وحتى أنا كشاعر ممكن أعرف، دي يمكن تكون ما يعني ما صعبة، لكن الصعبة إنه ذول ما شاعر ويعرف، في ناس ما شعراء صحيح، لكن بيسمعوا لشاعر معين بطريقة معينة، يعني زي اللوحات الفنية. مش بيقول لك في لوحات رسمة فلان الفلاني معروضة بالسعر الفلاني، بتيجي تلقى زول تاني يقول لك لوحات رسمة فلان الفلاني، وأي زول بزوجه بتفضيلته، حتى في لوحات لقوها ما على إمضة لكن عرفوها صاحبة من البصمة والطريقة. صحيح. كذلك الشعر بصمة، يعني أنا الليلة لما نكتب مربوعة ممكن أكتبها وانشرها في الفيسبوك ما بحسابي وما أكتب على اسمي، يتصل علي ناس بيقولون أنا شطة في الوقت الفلاني الصفحة الفلانية كلام بيشبه كلامك. يعني حتى مستمع عادي ما شاعر لكن بيكون عرف النفس بتاعك أو الطريقة بتاعتك اللي انت بتكتبها، حتى الكلام ممكن تتنبأه قبل ما يقوله. ده ما شغل بتاع وحي ولا عيب، يعني أنا جايني فلان بقول لك فلان ده حيقول كده وكده وكده وكده، بس ففعلا إن أنا عارف معرفتي إنه هو عارف إنه زول له طريقته شنو وحيقول شنو، ففعلا بيجي وبيقول لي 1 2 3 4 نفس الكلام اللي أنا قلته. أتمنى حقيقي إنه تتواصلوا سيرة الشعراء الأوائل في مسألة الشعر الشعبي أو شعر الدوبيت عموما، وتقدروا تنقلوا الثقافة السودانية، سحر المكان السوداني، سحر الإنسان السوداني. شكرا لك كثير الشاعر الصادق وذو الفضل على المساحة اللي اديتنا ليها دي، وإحنا وصلنا لنهاية فقرتنا دي معاك أو ملفنا الأول، وأتمنى حقيقة ألاقيك في أماكن أوسع إن شاء الله. تسلم يا أستاذة، وأعيد التكرار وأكرر التحية للشعب السوداني في كل بادية وكل مكان، وأحب أختم بمرابح صغيرة كده، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا سيدي المختار بعدد الكواكب وكل ليل ونهار، محمد يا نبينا وشافع الأبرار، يا الوصيتنا بالضيف والضعيف والجار، صلاتي عليك أبلغ بيها كل مرادي، وسيرتك تروي عطشي ولي خير الزادي، ومعبد توصف فيك وصف غير عادي، أدبك جم وحسنك تم جبينك نادي، يا طه اللي بحبك في نعيم ومغيم، وصلى الله عليك زادك صلاة وتسليم، من الغير طه وصف ربي خلقه عظيم، من الغير طه ختم الرسل بالتعميم، يا في الجنة جارك كافل الأيتام، صلى الله عليك ما حس طرفي ونام، يا لوجهك بفوق بدر الهجوع التام، نحن على العهد والبيعة والإسلام، ونحن على العهد والبيعة والإسلام.